لا يمكن أن نبتدي في هذا الموضوع بدون شكر الأخ العزيز رياض العتساني والجهود الذي قام فيها وحقيقة، وهذا أنا أيضا تكلمت عنه في السابق من بداية طرح هذا الموضوع، وكان الاستفسار الرئيسي لو ما رياض تحرك هل كنا راح نشهد هذه الإحالات؟ بالتأكيد هذا الأمر غير مقبول، غير مقبول في كل يعني فترة نجد نفس هذه القضايا تطرح يعني يتم التكلم عنها بالبداية من قبل النواب. وتكلم يعني وتكلمت مع الأخ معالي وزير المالية وقال نعم إن هناك كان تحركات، ولكن التحركات بطيئة. إن كان هناك تحركات فعلا، مو معقولة في كل فترة ينطرح هذا الموضوع، ولولا اجتهاد المخلصين والشرفاء والضغط على الحكومة بتحويل هذه الملفات بأسرع وقت ممكن وبأوراق كاملة وبمستندات كاملة ما نشوف شيء منها، ما نشوف بوادر فعلية أن يتم تحويل الجميع. أنا لا أتكلم فقط عن النواب، وإن كان قضيتنا اليوم خاصة بالنواب، أنا أتكلم أيضاً عن قياديين في الدولة. إن كان هناك تعارض مصالح يحصل ويحصل، إن كان هناك شبهات مالية عند بعض القياديين، فبالتالي ليس من المعقول في كل فترة يكون هناك نائب يضغط ويكون وياه مجموعة من النواب يضغطون عشان يتم التحويلات. حقيقة كنت أتمنى أن هذه المبادرة تخرج من الحكومة، ولكن اللي كان واضح لولا دور الأخ رياض العتساني ومساعدة النواب كان ما شفنا هذا الشيء. وإحنا نتكلم أيضا عن توصية تكلمت فيها مع الأخ رياض أن يكون هناك في حال أن التحقيق حفظ أو في حال لا أن تطلب الحكومة استئناف هذه القضية وتزويد النيابة وتزويد المحكمة في جميع الأدلة، وليس الاكتفاء أن بس إحنا نبعث البلاغ وخلاص. لا يمكن استمرار هذا الموضوع، هذا الموضوع يمسنا جميعا ويمسكم أيضا كوزراء. نتمنى أن يكون هناك التعامل، أن المبادرات تخرج منكم قبل أن تخرج منه.